عامل نظافة أمريكي يتسبب بمحو بحوث مخبرية عمرها 25 عاماً في جامعة بنيويورك بعد انزعاجه من صوت صفير صادر من ثلاجة. صحيفة ذا تيليغراف البريطانية قالت إن معهد رينسلر للعلوم التطبيقية بجامعة تروي رفع قضية ضد شركة عامل نظافة مطالبا بتعويض قدره $1,000,000 بعد أن اتهمه بتدمير أبحاث مهمة عن طريق إطفاء جهاز التبريد. الدعوى القضائية المقدمة مؤخرا كشفت أن الحادثة تعود لعام 2020 وجاء فيها أن درجة الحرارة ارتفعت ب50 درجة مئوية عندما عاد الطلاب إلى المختبر واكتشفوا أن غالبية العينات قد تضررت أو صارت غير قابلة للإنقاذ ما تسبب في تلف بحوث عمرها أكثر من 25 عاماً. عامل النظافة اعترف لاحقاً بإطفائه للثلاجة وبرر فعلته بأنه سمع أصوات إنذار مزعجة فاعتقد أن هناك خللاً فأطفأ ثلاجة المختبر.